عودة لحضراتكم. ومصر بتفرح، مصر النهاردة فرح افتتاح قناة السويس الجديدة الحقيقة، وفتح أفاق جديدة للاستثمار والتنمية. كل هذه العناوين النهاردة بتسعد مصر كلها الحقيقة. يعني ضيف النهاردة واحد من كبار الكتاب الصحفيين في مصر وفي الوطن العربي، الأستاذنا الكبير الأستاذ جمال العاصي. والحقيقة يعني أصريت الحقيقة أنه يكون متواجد معايا النهاردة، لأنه في قيم كتيرة جدا جدا غايبة عننا النهاردة هيطلعنا عليها أستاذنا الكبير وكاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ جمال العاصي. برحب بحضرتك معايا، ومليون مبروك لمصر ولحضرتك، ومصر بتفرح. الحمد لله رب العالمين. مصر يعني بلد رائعة وعظيمة، وقدمت يعني طول عمرها لما بتيجي الفرصة بتقدم النموذج. يعني أنا أتذكر بس يوم 28 يناير ليوم 11 فبراير، هذا الشعب الرائع العظيم كان بلا مؤسسات وقدر يتجاوز، بقى هو كل واحد حس ان هو رئيس ومسؤول وقدروا يتجاوزوا الاسبوعين دول. النهارده المصريين لما جات لهم فرصه حقيقيه ومناخ مناسب وبيئه ملائمه للعمل قدموا نموذج. انا والله العظيم ما باصص على قناه السويس على المردود الاقتصادي الهائل اللي هتعمله، ولا على التوسعات ولا عدد المراكب ولا التجارة ولا النماء ولا التنمية، قد ما باصص على ان ايه المصريين بيعيدوا مرة تانية ويؤكدوا على قوتهم وعلى مهارتهم، واتهامات الباطلة طول الوقت وانهم شعب كسول وما بيشتغلش وشعب فوضوي وهمج، دي مش حقيقة. ده ترسيخ قيمة العمل. اول ما انت وفرت لهم بيئة مناسبة للعمل قدموا لك النموذج وقدموا لك عمل 24 ساعة بجهد وعرق وتقنية وقناعة، لأن المصريين أهم حاجة عندهم مش المردود المالي زي ما الناس فاهمة، قد ما المردود المعنوي والأدبي، ويحسوا إنه بيعمل حاجة لصالح الوطن ده. لأن المصريين عندهم غرابة في عشق الوطن ده، عندهم غرابة غير عادية. اسأل أي مصري يقعد في أمريكا 35 سنة، يقعد 40 سنة، يبقى مردوده للوطن الأم اللي هو مصر. أنا النهاردة وأنا جاي من شبرا الخيمة، موطن راسي وبلدي والمكان اللي ساكن فيه، شفت مشهد يعني فطري بسيط جدا جدا جدا. شباب راكبين عربية نص نقل كبيرة وخارجين جايبين كده حاجات يعني هدايا بيوزعوها زي بسكوتات كده يعني رخيصة الثمن جدا، وماشيين بميكروفون يسقفوا ويتفرحوا الناس ويفرحوا وبتاع. فاحنا لازم ننحاز دايما للفرح. يعني انا شايف ان المصريين بقى لهم فتره في مرحله زئبقيه ومرحله تردد ومرحله شايفين مش في حاله ضبابيه، مش شايفين الوطن ده حلفين، وعندهم مخاوف على الدوله المصريه. فاول ما جات لهم لحظات سعاده فمش عايزين نبخل عليهم بالفرحه، يعني عايزين نفرح معاهم وما نبخلش عليهم بالفرحه. بس يا ريت ان احنا نستثمر هذه الفرحة وهذا العمل العبقري العظيم وقوة الأداء الرائعة اللي تمت والسرعات الرائعة اللي تم بها المشروع، والحكومة المصرية تبقى على نفس السرعات ديت وعلى نفس القوة دي في بقية المشروعات. أنا نفسي إن إحنا نعمل نقطة الانطلاق النهاردة لمصر الجديدة والجمهورية الثالثة في عهد عبد الفتاح السيسي من 6/8. بس 6/8 ده نقطة الانطلاق بتاع الوطن ده اللي يقدر والله العظيم ثلاثة، هذا الشعب العبقري يملك إمكانيات التنمية كاملة، ويملك إمكانيات أن يسعد ويسعد، ويملك كل المهارات اللي تخليه الأعظم والأقوى والأفضل. ولكن لازم نعمل مناخ، توفير المناخ للشعب. في حاجة كلام مهم جدا أستاذ جمال النهاردة لافتتاح قناة السويس، ودي القيم اللي غايبة شوية عننا. يمكن احنا سعداء وفرحانين جدا جدا بهذا الافتتاح العظيم لمشروع قناة السويس الجديدة بالدخل القومي والاستثمارات اللي هتعود على الشعب المصري في الفترة القادمة، ولكن قيمة العمل مهمة جدا. وقيمة العمل وترسيخ قيمة العمل أستاذ جمال النهاردة بتأكيد بتنم عن قائد لده، وقائد انه بيثق في شعبه، قائد بيديله المناخ المناسب، وبالتالي ده مهم جدا الفتره الجايه. النغمه دايما السيمفونيه الكامله يبقى ايه بين اطراف. احنا كان عندنا فتره ما فيش سيمفونيه كامله بين الرئيس وبين الشعب. اول ما الرئيس يقتنع بشعبه، واخد بالك،
ويحبهم هتاكد ان الشعب هيبقى له نفس الحب. وبعدين عبد الفتاح السيسي بالتحديد جاي بزخم شعبي، جاي بتظاهريه عاليه جدا، بتجمع عالي جدا يفوق ال 30 مليون في العالم. فلازم يفضل ثقته وايمانه، ولازم الرباط ده يفضل موجود، والا لو اتقطع هتبقى مشكله. فانا شايف ان هذا الزواج العظيم في تاريخ مصر بين القائد وبين الشعب هو اللي هيودينا لكل حته كويس. طول ما الرئيس بيثق في شعبه وبيحترمه وبيقدره وبيعرف ان الشعب ده بيفهم في كل حاجه ومحدش يعرف يضحك عليه وقادر ان يحاسب ويعاقب اي حد يخرج، طول ما هيتمسك بشعبه شعبه هيحميه. الشعب هو القائد وهو المعلم وهو السيد، وهو بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الحامي لحاكمه رئيس الوطن. اكيد. يمكن ده وكان واضح جدا استاذ جمال النهارده في خطاب سياده الرئيس، يمكن اولى كلماته النهارده في الخطاب، وطبعا كان خطاب باللغه العاميه في البدايه، نوجه خطابه للشعب المصري في البدايه، وقال انه الشعب المصري هو اللي كان ليه الدور الاول والكبير جدا في هذا المشروع العظيم قناه السويس الجديده، وكل ده بالتاكيد هيصب في مصلحه الوطن ان شاء الله الفتره اللي جايه. فلوس مصريه واشار وعرق مصري طبعاً. وافكار مصريه، يعني مشروع من الف للياء هو مصري. اول ما قال فلوس الناس قالوا اتفضل، اول ما قالوا عرق الناس عرقت، اول ما قالوا ان شاء الله 24 ساعه اشتغلت. ففي اروع من كده واعظم من كده ناس وبشر وشعب. طيب خلينا خدنا مع حضرتك لنقطه مهمه جدا يا استاذ جمال، يمكن سياده الرئيس كمان يعني توافق كلامه مع حضرتك في انه افتتاح قناه السويس الجديده النهارده او افتتاح هذا المشروع العملاق الضخم في العالم كله، اولى خطوات الاصلاح في الفتره اللي جايه، اولى خطوات الاستثمار والتنميه للشعب المصري الفتره اللي جايه. اعتقد ان دي يعني نقطه مهمه جدا لازم نقف عندها ولا بد نقف عندها. حضرتك شايف انه ممكن الشعب المصري الفتره الجايه يكون قادر على التغيير في سلوكياتنا على الاقل؟ ده مهم جدا الفتره الجايه. الشعب المصري دايما رد فعل مش فعل، لانه لا يملك القرار. القرار دائما في يد وفي عصمه الحكام. انت كل مشكلتك الاليه ان انت ما بتطبقش القوانين. انت لو طبقت القانون كاملا بعداله كامله بين الفقير والغني وبين الضعيف والقوي هتلاقي الناس كلها جميله وحلوه. انت عملت نموذج صغير لما شفت الفرصه الناس ادت. المطلوب من الحكومه الجايه انها تبقى على قد مسؤوليه الحدث. لو الحكومه القادمه او الحاليه ان كانت هتبقى يعني لما شامم ريحه انها في تغادير حكومي جديد، انا شايف ريحته يناسب الفتره والمرحله الجايه، لان في مرحله اللي جايه دي مرحله عايزه جساره وعايزه بطوله وعايزه بقى ناس يبقى فارق ما يبقاش في فارق سرعات بين شعبها وبين الاداء الحكومي. احنا محتاجين حكومه قويه تطبق القانون بحزم ويبقى عندها رغبه قوية وعندها أولويات. احنا عندنا أزمة ان احنا مش مرتبين أولوياتنا. فعشان كده الحكومة بتتبرجل. ليه؟ ايه اللي مبرجل الحكومة؟ انها ملفات كلها كتير قوي مفتوحة، مفيش ترتيب، مفيش أولويات. ترتيب لازم تعمل ترتيب الأولويات. طيب استاذ جمال، ايه رأيك نروح لشعبنا الجميل، شعب بورسعيد، المدينة الباسلة في مصر كلها، ونتعرف من زميلي كريم الشيخ هناك على أفراح الشعب البورسعيدي وكل البورسعيدية في بورسعيد واحتفالاتهم النهارده بافتتاح قناة السويس الجديدة. كريم مساء الخير. مساء الخير يا كابتن اشرف، ومساء الخير على الاستاذ جمال، برحب بيكم. وعاوز اقول لك انه الاجواء هنا في بورسعيد يعني على اخرها عدد كبير جدا من اهالي بورسعيد بدا يتوافد مره ثانيه على ميدان الشهداء في شارع 23 يوليو اللي دايما بتقام فيه الاحتفالات على مدار الايام اللي فاتت، و بدأوا في إحضار الأعلام ويعني حالة فرحة شديدة جدا بعد إعلان السيد الرئيس بافتتاح أو البدء بتشغيل قناة السويس الجديدة. يعني بالتزامن مع الاحتفالات دي كان للمساجد وللكنائس هنا في بورسعيد احتفالية برضو حصلت تقريبا الساعة 2 الظهر. في أول ما الساعة 2 الظهر اعلنت جرسها بدات الكنائس وتدق اجرسها، والجوامع كمان هنا في كل بورسعيد بدات تكبر تكبيرات
دائما يعني بافتتاح قناة سويس جديدة. على الناحية الثانية لازال حتى اللحظة دي عدد كبير جدا من شوارع بورسعيد مليئة بالأعلام على جميع المطاعم والمصالح الحكومية، على جميع العمارات، كل مكان طول ما انت ماشي في بورسعيد هتلاقي فيه احتفالات، هتلاقي ناس كتير جدا يعني بتحتفل بطريقتها وبتشغل أغاني وطنية وبتحاول ترسم ابتسامة على وجوه كل المرة، ويقولوا لهم انه احنا بقى عندنا قناة جديدة وان احنا مبسوطين باعلان الرئيس النهاردة لافتتاح القناة الجديدة. بشكرك كريم الشيخ زميلنا من بورسعيد، ونرجع نتواصل معاك مرة تانية، ويمكن الشعب بورسعيدي طبعا مدينة البسيلة. انا عايز اقول حاجة من ضمن كل المدن المصرية والشعب المصري اللي سعيد النهاردة. انا عايز اقول ان شعب خط القناة بشكل عام، سواء البورسعيدية او السويس او الاسماعيلوية، هم اكثر سعادة واكثر فرحة، ومن حقهم. دول طول الوقت بيدفعوا ضرائب اهل القاهره والدلتا ما بيدفعوهاش، لان لما تيجي تقول شوف 67 هم دفعوا ضرائب قد ايه، وفي 73 وعلى مدار التاريخ الحديث هم اكتر ناس دفعوا ضرائب لهذا الوطن، وده محسوب لهم في تاريخهم ومشاهمتهم ومشجعتهم. وبعدين البورسعيديه دفعوا ضرائب برضه باهظه ال 20 سنه الاخيره، لما الحكومات المتعاقبه او الدوله المصريه القديمه او النظام الاسبق يعني تجاهلهم بشكل غير عادي. فانا شايف ان 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 سعادتهم وفرحتهم فعلا تساوي، لانه بيعيد ضخ الدم تاني فوق وشرايين البورسعيديه، هذا الشعب الرائع العظيم صاحب الخيال الخصب. انا بحب البورسعيديه، بحب فيهم خيالهم الخصب ويعرفوا يقولوا لا ما يخافوش. وبحب في السويسه الصلابه، السويسي صلب، راجل صلب يعني تعتمد عليه. وبحب في اسماعيلويه فكره الراجل الشيك، خد بالك الراجل الشيك. فدول خط القناه ده من حقه يفرح، من حقه يزعل، اتربوا على الصمود والقتال، قدموا فنون يا اشرف. انا كان نفسي النهارده يبقى كل الاحتفالات فنون الخط القناة، لان دول قدموا اروع واعظم غنى موجوده في تاريخ مصر، موجوده في منصات التتويج هناك، الفنون الشعبيه طبعا. انا بقول لك يعني انا جزء من انتصارنا في 73 كان مرجعيته للسمسميه والغنى بتاع خط القناة، وبس روح القتال والله العظيم قدموا نماذج التحدي والصمود، وقدموا اغاني رائعه والتاريخ. يعني انا نفسي حد يجمع التاريخ العظيم دوت ويعيده تاني في الفترات دي، لان هم صراحه شعب بورسعيد رائع، والسويس رائعين، والاسماعيليه، كل مدن القناه الحقيقه وحقهم يسعدوا، نماذج مشرفه جدا الحقيقه. استاذ جمال، يعني مهم جدا ان ننظر في افتتاح قناه السويس النهارده بمنظور ابعد شويه، بعدين رؤيه ابعد شويه، وزي ما حضرتك قلت ترسيخ قيمه العمل النهارده من اهم القيم اللي استفدنا منها طبعاً من مشروع قناه السويس الجديدة. كمان يمكن في كلمة قالها سيادة الرئيس، أعتقد أنها ممكن تكون عدت شوية على بعض الناس، أنه النهاردة وجود شيخ الأزهر، موجود قداسة البابا بجوار بعض، واللحمة الوطنية دي والتكاتل ده، أعتقد أن ده ممكن يدي الفترة اللي جاية يعني باور وطاقة غير طبيعية للشعب المصري، أنه بتكاتلنا ده ممكن يبقى فيه لينا يد قوية الفترة اللي جاية. برافو عليك. شوف يا أستاذ، احنا يعني الحمد لله اللي عيشنا الفترة الصعبة اللي فاتت دي كلها هي اللحمة دي. يعني أنا شفت في ميدان التحرير إزاي المسيحيين والمسلمين كل واحد بيصلي صلاته. أنا شفتهم كل واحد بيصلي صلاته بحب وعشق، لأن كان أول مرة أشوف في 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 ثورة يناير ثم 30 يونيو، أحس إن كل إخواننا المسيحيين أول مرة يخرجوا من أطر الكنيسة لأطر الشارع ويحس إن ده وطنه. وما جه بالذات يعني الرئيس السيسي برضه عنده نظرة في الـ في الـ في المسألة دي، نظرة جيدة، كان أول رئيس يروح يزور الكنيسة. وأنا شايف إن البابا تواضروس عنده ثقافة عالية جدا ومحبة عالية جدا ووعي سياسي كبير في إدارته للكنيسة. شوف إحنا عندنا أعظم حاجة في العالم العربي، العالم العربي كل ظروف التنحر الموجودة شيعة وسنة، إحنا ربنا كرمنا ما عندناش شيعة الحمد لله، فحاولوا يلعبوا أكتر من مرة بكارت
المسيحيين والمسلمين والفتنة بين المسلمين وطول الوقت وطول الوقت بيتم إجهاز على هذه الفتنة. هم بيلعبوا بيها باستموات، لأن بقول لك احنا هم بيلعبوا شيعة وسنة بره في العالم العربي. احنا طول الوقت مش لاقيين خرم، دايما بيفشلوا ده، فبيحاولوا يعملوا بؤر كراهيه. انا بس بوصيك وبوصي كل الاعلاميين ان هم يخلي بالهم ان صناعه بؤر الكراهيه في مصر بتكتر كل شويه بالاقصاءات. احنا مش عايزين نقعد نصنف نفسينا ده فلول وده 25 وده 30 وده ما اعرفش سيسي وده. احنا مصريين هدفنا وطن موحد، نقعد نحترم بعض فيه ونتعايش مع بعض فيه ونسمع كلام بعض فيه، ونبقاش عندنا الجدل الحامي، ونحسن حيازات سيئة. هو ده الوطن اللي احنا بننشده، وازعم انها فرصة عمرنا جت اهي، قناة السويس العظيمة لابد ان نتمسك بيها طبعا. وعايز اقول لك على حاجة جميلة جدا عايز اشير اليها لانها عجبتني جدا جدا جدا. انا كان ليا شرف من يومين احضر مؤتمر صحفي في المطار، كان حضره السيد خالد نجم، المهندس خالد نجم وزير الاتصالات. طب تسمح لي ناخد الموضوع ده من حياتك، ولكن ناخد يعني ناخد فرحه كمان كل الرياضيين وشيخ الرياضيين في مصر طبعا، واحد من اهم الرياضيين ورموز الرياضه المصريه في مصر كابتن محمود ابو رجيله. يا يعني سلام ونعم الناس وببارك له النهارده، يعني ببارك له طبعا على افتتاح قناه السويس الجديده، واعتقد انه زي كل المصريين فخور بوجودنا في هذا الجيل في افتتاح قناه السويس الجديده النهارده. مساء الخير يا كابتننا. يعني انت لبستنا عمة الشياخة وخلاص انا ضرب نظهر دلوقتي. لا ازاي بقى يا سيدي يا سيدي يا جيمو يا جيمو يا جميل يا سيدي يا ابو الزوق يا يعني من الرجاله اللي بتصالحها مع نفسيها. طبعا طبعا انتوا منورين الدنيا ومكملين الحفر بتاع قناه السويس والجمال اللي حصل النهارده. جمال وانت جمال. ربنا يخليك كابتن. خلي بالك الكابتن عنده عرق ثلاثه، مش هكذب عليك، انا قاعد من الساعه 12 على سرير ومولع المكيف وحاطط قدام مني مكسرات بس قاعد ابكي بكى فظيع من الكلام المجانين اللي قاعدين يقولوه. دي بلدنا الحلوه دي، دي بلدنا الحلوه دي، ده المنظر الجميل ده، ده النظام ده. حاجه تفرح يا كابتن وتشعر بالفخر الحقيقي. ازاي يعني لما الناس بتحط دماغها في موضوع ازاي يخلص بالشكل ده، وفي اليوم ده الراجل يقول له ثلاثه وخمسه ويرفع له صباعه ويقول له سنه واحده، وفي سنه واحده وفي توقيت معين. ايه الناس دي يا جماعة؟ بجد والله الفراعنة ما متوش. والله يا كابتن دي حقيقة، دي حقيقة الفراعنة ما متوش. كابتن ابو رجيلة يعني عايز اقول لحضرتك ان حضرتك عاصرت اكيد اجيال كتير، وطبعا ربنا يدي حضرتك الصحة يا رب ويخليك لينا دايما كده، ولكن يعني حضرتك عاصرت اكيد 73 وكنت عايش الفترة دي، انتصار النهاردة اعتقد لا يقل يا كابتن عن ده. يا جيمو يا حبيب قلبي يا دوح، انا واحد من اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهم الـ 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 ان انا اشوف حاجات كتيره. انا مواليد 41 وساكن في حته اللي كان فيها جلاله الملك فاروق. وبعدين انا سافرت سنه 70 الاول، انا سافرت الدول العربيه والخليج دي كلها، اشتغلت فيها ولعبت فيها. واخد بال حضرتك؟ اتفضل يا كابتن. وشفت جمال عبد الناصر على الطبيعه لما ادانا الوسام، وشفت جمال عبد الناصر في حلب، وشفت جمال عبد الناصر في الخرطوم في مؤتمر الخرطوم، وشفت عبد الناصر وهو خارج من المكان بتاعه وانا قاعد في الفنية العسكرية في السطوح، جيت اسقف ما قدرتش ايدي توصل لبعض. اشتغلت في الدول الخليج لما كانت الدول الخليج لسه على الارض قبل الحرب بتاع 73 وبعد 73، وازاي كانوا بيسألوا على دكتور مصري، استاذ مصري، اي حاجه مصري. قعدت مع، انا اشتغلت في انديه فيها امراء ولاد سعود ولاد فيصل وبتاع، وهم بيقولوا احنا جدادهم هم اتربوا في 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 مصر، واتربوا في مدارس فين، وليهم بيوت فين. يعني انا من الناس الشبعانه جدا جدا لان ربنا اداني الفرصه دي ان انا اشتغل في 15 16 نادي في البلاد دي. انا اشتغلت في اليمن وفي سوريا وفي السعوديه وفي الامارات وفي قطر، وشفت مواقف عديده جدا تخلي الواحد مش يركب جمل
اذا قدر يركب جمل وحصان مع بعض يحط رجل ورجل هنا. ايوه كابتن. مصر سريعه طبعا في اي حاجه. طب ليه مصر لما بيروح ايطاليا والمانيا وفرنسا وانجلترا بيشتغل وبيبقى زي السيف؟ هم دول المصريين يا كابتن برجيل. احنا جامدين قوي 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 قوي. بس انت راجل يعني كابتن ابو رجيله، انت راجل رائع ومتصالح مع نفسك وسوي وبتحب الوطن، مش كلام. انت ليك دلالات وليك اصابع بيضاء. وده عظمه الكابتن ابو رجيله. كابتن ابو رجيله انا بشكر حضرتك ومليون مبروك، ومضطر اطلع فاصل للاسف، وان شاء الله نحاول نكمل مع حضرتك تاني بعد الفاصل. بشكرك كابتن ابو رجيله. عودة لحضراتكم، وناخدنا رضا كبير وكاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ جمال العاصي. ويمكن قبل الفصل كان معانا كابتن محمود ابو رجيله، طبعا احد رموزنا ورموز الرياضه المصريه، وحقيقة استشعرنا قد ايه هو سعيد وفرحان ومبسوط انه يعني الحقيقه عاصر اجيال كتيره جدا، وكمان يعني كان متواجد في كل الدول العربيه ومصر، واستشعر قد ايه الفرحه والفخر بانتصار حرب اكتوبر. وده بيعيد ليه كمان النهارده افتتاح قناه السويس بتعيد ليه فرحه انتصار اكتوبر، والحقيقه كلنا سعداء بهذا المشروع الضخم العملاق في العالم كله. كابتن ابو رجيله، بس فضل. انا عايز اقول بس جمله كده، هو يعني عظمه الكابتن ابو رجيله ان هو بيعرف لغه خطاب كل الاجيال. دي حقيقه. انا يمكن اتمرنت معاه وعارف قد ايه علاقتي بيه. ان هو عنده لغه كل الاجيال، وبيحترم كل ما هو جديد. يعني مجدد، مش بيقف عند مرحلة سنية معينة ويقعد يبكي عليها وأيامنا، ولا بيحترم كل الأجيال وبيقدر كل الأجيال. واللي بيعمله من خير الكابتن أبو رجيلة شيء رائع وعظيم، وانت عارف تفاصيل كتيرة. فهو يستحق أن يكون بهذه النبرة، أنه رأى وشاهد وتمتع وعارف يعني عظمة هذا الوطن اللي غاب عن الساحة كتير، إنما راجع مصر راجعه ان شاء الله. ان شاء الله مصر راجعه. مصر راجعه ومصر بتفرح. قيمه كبيره جدا كابتن محمود ابو رجيله طبعا، والحقيقه كل الرياضيين وكل الفنانين وكل الشعب المصري سعيد النهارده، ومصر بتفرح بقناه السويس الجديده. عايز اروح مع حضرتك لانبهار العالم النهارده استاذ جمال، والصوره المشرفه اللي ظهرت فيها مصر، لانه على الجانب الاخر في احتفالاتنا بقناه السويس النهارده احنا بنصدر للعالم كله ان مصر فيها تامين كامل، مصر امنه تماما من كل الارهاب الاسود، وان شاء الله قادرين على انهائه تماما في الفتره اللي جايه. انا طول الوقت بقول من بدري قوي ان كل الفرقعات وكل ما يحدث يعني شيء بسيط جدا، المصريين هيبتلعوه. المصريين عندهم قدره طول الوقت انهم يبتلعوا كل الواغش، لان المصريين طول عمرهم بيحبوا الحياه والحياه بتحبهم، ومتصالحين مع الدنيا والدنيا متصالحه معاهم. فانا عمري يعني في الاربع خمس عمري ما خفت من الارهاب، ولا عمري حطيت له رقم حتى في المعادله. لان انا بشوف انا كنت بحضر في وسط البلد يا كابتن، وبشوف المصريين في وسط قنابل الدخان لابسين كمامات وقاعدين بيلعبوا طاوله. قد ايه حب الناس للحياه. طبعا بشوف طبعا. النيل وهو زاخر بالمراكب وفي وسط الازمات. فكل الارهاب ده النهارده انت بتقدم صوره لمصر الجديده او الجمهوريه الثالثه في مصر، اللي هي مصر الامينه، مصر المستقره، مصر اللي بص على التنميه، مصر بص على المستقبل. كل ده اكتر حاجه يعني تزعج الارهاب والدموع لو انت عملت تنميه، اكتر حاجه تنهي على الارهاب لو انت عملت ديمقراطيه، اكتر حاجه تخليك امن انت واسرتك وبيتك، ولا ان انت تطبق القانون. مصر ماشيه في السكه دي كويس قوي، ومصر اولادها بيحبوها، ورئيسها عنده ميزه. انا رايتها من يوم افتتاح قناة السويس، يوم يعني إشارة البدء بالسنة، إن هو باصص على التاريخ وشايف التاريخ كويس. الراجل أي رئيس أو أي مسؤول أو أي بني آدم هيخاف من التاريخ وهيبص عليه هتلاقيه عمره ما يسرق، عمره ما يغضب ربنا، عمره ما يظلم. طول ما الراجل بيبص أو المسؤول بيبص على التاريخ وعايز يورث ولاده وأحبائه وشعبه ميراث طاهر ونظيف، مش هيظلم ابدا. والسيسي باصص على التاريخ. الله عليك يا استاذ جمال الحياه، يعني بنتعلم من حضرتك استاذ جمال الحياه، وكلام مهم جدا جدا، لانه يعني واحنا بنفتتح قناه السويس الجديده لابد يكون عندنا رؤيه في امور كتيره جدا جدا، ويعني منها ترسيخ قيمه العمل، منها الحاجات كتيره جدا اللي قالها استاذ جمال ولسه هنتكلم فيها. ولكن تخلينا نفرح مع مراسلنا الجميل وزميلنا الجميل همام الهمام، همام مجاهد من الاسماعيليه، ونتعرف منه على فرحه اسماعيليه من
والشباب الاسماعيليه وشعب الاسماعيليه الرائع الباسل في قناه السويس الجديده النهارده. مساء الخير يا همام. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير يا استاذ جمال. فعلا دلوقتي موجود في ميدان الممر في الاسماعيليه. الميدان هو بيتوسط مدينه الاسماعيليه دلوقتي، او حتى قبل الافتتاح كان هناك المئات من شباب الاسماعيليه بينظموا احتفاليه كبيره بيشارك فيها اعداد كبيره من مدينه الاسماعيليه في ميدان الممر. يعني تقريبا هو مش ده اول مره ينظموا هذه الاحتفاليه. طوال الايام السابقه كانت هناك احتفاليات كبيره في هذا الميدان احتفالا بهذه المناسبه اللي هي احتفال طبعا بطبيعه الحال افتتاح قناه السويس الجديده. الاعلام المصريه تزين سماء الاسماعيليه الاغاني الوطنيه، حتى السيارات الماره في الشوارع مدينه الاسماعيليه بترفع اعلام مصريه. الجميع معظم المباني او خلينا نقول جميع المباني الحكوميه هنا بترفع الاعلام المصريه. هناك تامينات مشدده من قبل قوات الجيش وقوات الشرطه في هذه الاثناء، وربما حتى يعني بعد الافتتاح بعد الانتهاء الافتتاح مباشره جميع الضيوف ضيوف افتتاح قناه السويس الجديده انتقلوا من الضفه الشرقيه من القناه الجديده وصلوا الى الفندق المفروض يقام فيه خلال دقائق قليله الحفل الفني اللي المفروض هيبدا من الساعه يعني العشاء اولا، ثم الحفل الفني هيبدا من الساعه 7 مساء حتى الساعه 10 مساء. قوات الامن يعني تغلق بعض من او اجزاء من شارع محمد علي والشارع الرئيسي في بلديه الاسماعيليه، وهو يحيط ب يعني معديه نمره 9 وبالفندق اللي هيقام فيه الاحتفال الفني الاوبرالي اللي هيقام بعد دقائق قليله. الاجواء اجواء ايجابيه للغايه، في هناك فرحه كبيره في شوارع الاسماعيليه بهذا الافتتاح وبهذا المشروع الضخم. الكل يعول على هذا المشروع في تحقيق نهضة اقتصادية ونهضة اجتماعية حتى للشباب هنا في مدينة الإسماعيلية ومدن القناة في جميع المحافظات بشكل عام. مش عارف حضرتك شايف الصورة اللي أنا بنقلها حاليا أو لا، هي مشهد احتفالي، مشهد كرنفالي، علم مصري كبير يغطي ميدان الممر في وسط الاسماعيليه. همام عايز اسالك على حاجه، لانه يعني في الاسماعيليه هيكون مقر الاحتفاليه الكبيره جدا النهارده بافتتاح قناه السويس بتواجد كل وفود رؤساء وزعماء وامراء العالم او الوطن العربي والعالم في احتفالات قناه السويس الجديده النهارده. انطباع شعب الاسماعيليه او الناس في الاسماعيليه عن هذه الاحتفاليه الكبيره، واعتقد ان هم مش محتاجين جيش ولا شرطه يامنوا، اعتقد ان شعب الاسماعيليه قادر على تامين زوار مصر او الناس اللي بتزور مصر في الاحتفاليه النهارده بقناه السويس الجديده. وحتى كان قبل حضور الضيوف النهارده الاحتفالات مستمره من اول الاسبوع حتى النهارده بين شعب الاسماعيليه، وحتى في يعني في مفارقه في معظم او في ناس كتير من المواطنين من محافظات مختلفه حتى من الصعيد حتى من اسوان حضروا النهارده في الاسماعيليه على امل ان هم ممكن يحضروا الاحتفاليه الكبيره اللي كانت في الضفه الشرقيه، لكن يعني التصاريح حالت دون عبورهم، لكن هم بيشاركوا بالفعل في الاحتفاليات الشعبيه المقامه والفعاليات الشعبيه المقامه في ميادين الاسماعيليه. المجتمع هنا في مدينه الاسماعيليه والشعب في مدينه الاسماعيليه والمواطنين بيرحبوا بطبيعه الحال بجميع الضيوف وبيحسنوا استقبالهم، حتى وسائل الاعلام الموجوده المواطنين هنا بيحسنوا استقباله ويحسنوا التعامل مع وسائل الاعلام وجميع الضيوف الموجودين هنا. يعني يمكن قناه السويس الجديده والمشروع الكبير الضخم يعني هيعود بالنفع في المقام الاول على شعب الاسماعيليه بالاضافه الى مدن القناه والمحافظات المصريه، اللي يعني عشان كده هم محتفلين وحاسين بنوع من السعاده ونوع من الفخر ونوع من الاعتزاز بوجود هذا الاحتفال ووجود يعني لب المشروع او قلب المشروع في مدينه الاسماعيليه. تمام، بشكرك همام، وانا اتواصل معاك بعد شويه كده نشوف اخبار الاحتفاليه ايه عندك والضيوف والشعب المصري بيقدم لهم ايه النهارده من احتفالات او احتفاليه بهذا المشروع الضخم العملاق. بشكرك زميلي همام مجاهد. استاذ جمال هرجع مع حضرتك لحقيقه تغيير خريطه العالم وفتح افاق جديده للمستقبل والاستثمار والتنميه في الفتره الجايه. ده كمان جانب مهم جدا جدا لابد ان نتكلم عليه ونتحدث عنه في احتفالنا النهارده بقناه السويس الجديده. حضرتك شايف الخطوه دي ازاي هتعود على مصر بايه في الفتره اللي جايه، ولابد من استغلالها كمان، لانه على الجانب الاخر لابد ان الشعب المصري يستفيد من ده ويستغل هذه الطفره ان شاء الله هتحصل في المستقبل. شوف، هو مصر لما اقامت مؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في شهر مارس الماضي، كان المؤتمر ده ايه يعني بدايه ايه، انك بترمي طوبه في حاله الركود. انا ليا صديقي كان حاضر في المؤتمر فسالته، يعني قلت له انت شايف
انت شايف ان احنا ماشيين؟ قال لي احنا، قال لي انا بوقت، قال لي انا مبسوط جدا من المؤتمر، وواضح ان الاداره السياسيه الجديده عندها رغبه انها تكسر البيروقراطيه القديمه المعطله للعمل في مصر، لان احنا عندنا بيروقراطيه قديمه معطله بشكل غير عادي لاي تجديد. انا ازعم ان حاله السرعه وحاله الاداء العالي اللي حصل في قناه السويس هتزيح كل البيروقراطيه القديمه المعطله في مصر، لان مصر فيها كميه حاجات كده في الموظفين بيعطلوا اي استثمارات جديده. سلبيات. وانا شايف ان الرئيس السيسي واخد باله من النقطه دي وقال الكلام ده في المؤتمر الاقتصادي. فالمشهد اللي احنا شفناه النهارده هيقدر يبقى كاشف قوي. مصر بتتمتع باعظم واهم موقع جغرافي في المنطقه كلها. مصر اللي عندها البحر الابيض المتوسط وعندها البحر الاحمر، استحاله تجوع او استحاله ما تشبعش واستحاله ما تكونش في نماء. مصر عندها اكثر من 14 ميناء مواني زي الفل محتاجين ادارات. مصر عندها خير كتير وموارد بشريه عظيمه، ربنا حبانا بموقع جغرافي. عشان كده اول يعني يمكن المرات اللي هنرجع تاني بيها مصر هتعود ليه؟ لان التخطيط ماشي في سكته، الرغبه في 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 اسعاد هذا الشعب اللي هو قليل الحظ ماشي في سكتها. انا بقول لك انا شفت تجربه القطاع الخاص ازاي بيتعاون، وانا كنت يمكن بحكي لك يعني. ايه حضرتك تحكيها لنا تاني؟ يعني انا بقول لك انها مهمه جدا عشان الناس تفتكر الفتره اللي جايه. بقول لك لصالح هذا الوطن مؤتمر صحفي من يومين كان فيه وزير الاتصالات وكان فيه نائب وزير الاستثمار وفي شركه عملاقه مقدمه نموذج غريب جدا. يعني ازاي شركه عالميه عندها 40,000 مكتب تقدم وتخاطر وتكتب على الطرود بتاعتها والكراتين بتاعتها مصر المستقبل، لوجو كبير على كل كراتين وكل حاجات، هم بيعملوا حوالي 180 مليون رساله بينقلوهم على مستوى العالم، كاتبين فيها مصر، عليها مصر المستقبل، زور مصر، استثمر في مصر، تعامل مع مصر. يعني فانا سالت اللي هو الرئيس التنفيذي للشركه، هو مصري فخر للمصريين، اسمه الاستاذ نور سليمان. قلت له يعني ازاي انت تخاطر بشركه دي تشيل الكبيره دي كلها وتحطها؟ قال لي انا مش بخاطر، انا بقف جنب بلدي نمره واحد. هو على فكره اول رئيس تنفيذي مصري في تاريخ الشركه دي قاطبه. مش بخاطر، انا بقف مع بلدي نمره واحد. نمره اتنين، انا شايف ان مصر بتخطو خطوات لقدام واحنا زودنا استثماراتنا هنا في مصر ولسه هنزودها تاني، لان شايف ان مصر راحة في الطريق الصحيح. وانا حضرت المؤتمر الاقتصادي وشفت الرئيس السيسي وقعدت معاه. فما تبقى يعني ده النموذج ده بالذات احنا مش واخدين بالنا منه. يعني الاعلام حتى ما خدش باله ازاي القطاع الخاص يقدر يساهم ويساعد في تطوير افكاره طبعا رواج الاقتصادي والسياحي لمصر. يعني انا كان نفسي الاقي الاعلام كله حاضر في المشهد ده، وكان نفسي الاعلام كله يمس هذا المشهد ان شركه زي دي بتكتب استثمر في مصر وبتروج للسياحه المصريه وحتى مصر. لفكره من رجل مصري يعني مصري ويعني في شركات عالميه كتيره في مصر لازم نستثمرها طبعا. يعني في شركات العالميه الموجوده في مصر كبيره لازم نستثمر هذه الشركات، لان الشركات دي انا بعتبرها قوه ناعمه كمان في الخارج، لها مواطنين ولها مكاتب وليها. فانا بحيي نور سليمان من عندك واقول له انت مصري اصيل محترم ان انت تعمل هذا العمل. وطبعا يعني تطوير الافكار دي يا استاذ جمال لصالح الوطن يعني هو انا بس هو ده اللي بنسعى له الفتره اللي جايه. احنا بنقعد نشغل دماغنا ببعض بايه؟ احنا بيعجبنا قصه ايه؟ الخاين والخسيس وقليل الادب، بنهتم بحاجات كده فرعيه وعندنا نماذج رائعه ايجابيات طبعا. يعني طول الوقت ايه؟ نشغل دماغنا الطشت بتاع مش عارف ايه والكلام التافه ده بنشغل دماغنا بيه، مع ان احنا عندنا نماذج رائعه نتكلم فيها طبعا. افضل ما نقعد نجيب سيره وتبعس كمان على التفاؤل. أيوة يعني النماذج الايجابيه دي تبعس على التفاؤل. انا كنت لسه بقول لواحد اعلامي كبير امبارح، قلت له انتوا اكتر ناس بتروجوا للجماعه الارهابيه، تقعدوا تجيبوا سيرتهم كتير يا اخي، تجاهلهم
ده احنا عندنا 50 نموذج طيب نقعد نشتغل عليه. يعني النماذج الطيبه دي لو قدمناها افضل افضل ما نجيب سيره اي حد، لان دول لو لازم تتجاهلهم، دول بيفرحوا قوي ان انت تقعد طول الوقت تتكلم عليهم. انا شايف ان مصر الخطوه بتاعت النهارده لو استثمرناها وقفزنا بيها وما نمناش بعدها، مصر هتنهض وهتبقى حاجه تفرح. يعني كلام جميل حقيقه، والجانب ده مهم جدا جدا استاذ جمال الحقيقه ان نتكلم عنه، لانه مهم جدا انك تظهر النقاط الايجابيه عندك في مصر عشان انت كمان تغطي على النواحي السلبيه اللي موجوده. ناخد فناننا الجميل والمطرب الشاب الرائع الحقيقه إساف من امريكا ونتعرف منه هناك على، طبعا انا ببارك له في البدايه على هذا المشروع الضخم كواحد من المصريين، وعايز اتعرف منه كمان على الجاليه المصريه في امريكا عامله ازاي وسعداء ازاي هناك واحتفال بقناه السويس الجديده. مساء الخير يا إساف. مساء الخير، عامل ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك. مبروك يا إساف عليك وعلينا افتتاح قناه، مبروك عليك وعلينا افتتاح قناه السويس الجديده. معايا طبعا ان شاء الله، انا معايا طبعا الاستاذ جمال. مش مصر بس اللي بتفرح، ده العالم كله بيفرح على فكره. طبعا انا معايا الاستاذ جمال عايز طبعا كاتبنا الصحفي الكبير. طبعا اهلا وسهلا. طبعا شرفنا. اهلا وسهلا. يعني مبروك عليك، وعايز اتعرف منك كمان على الجاليه المصريه هناك عامله ازاي والافراح عندك عامله ازاي. والله عشان كده انا بقول لك العالم كله بيفرح، عشان كده عشان مصر موجوده في العالم كله. وانا امبارح اتفاجئت بالجاليه المصريه في منهاتن كمان بالاخص. زفت عربيات، يعني ده شيء غريب في امريكا ما بيحصلش. يعني الناس بتحتفل دايما على رجليها، انما زفت عربيات تمشي في شوارع نيويورك ومنهاتن وتعمل هاشتاج مصر بتفرح وتحيا مصر والعالم كله، والاجانب كمان يمسكوا علم مصر. عندنا هنا كل الامريكان مسكوا علم مصر وقالوا تحيا مصر يعني الموضوع كان فيه بهجه امبارح. وانا بحيي طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو مصر بقى لها كتير قوي ما فرحتش فعلا. يعني يعني دي حقيقه لكل الناس اللي عملوا المشروع ده بصراحه. دي حقيقه، وكمان مش هختم معاك الا لما تغني لنا حاجه بقى لاحتفالنا بمصر النهارده وبهذا المشروع الضخم. والله انا لسه صاحي من النوم حالا. معلش اكيد صوتك هيبقى احلى ان شاء الله. الله يخليك. حاجه صغيره كده. طيب ماشي اوكي حاضر. اتفضل. والبلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. الله عليك، الله عليك يا سيف، بشكرك ومبروك. مبروك عليك وعلينا افتتاح قناه السويس الجديده وفرحه المصريين في كل حته يا استاذ جمال، مش في مصر. اصل مصر 7000 سنه، مصر حضاره فجذورها موجوده في الارض، كل واحد ان شاء الله يسافر فين؟ هو جدره هنا واهله هنا وناسه هنا وتربه هنا طبعا، ويعني مماته هنا وجوازه هنا. طب تخلينا ناخد عم صلاح، عم صلاح عبد الله طبعا انا بعتبره الشيخ الفنانين في مصر وواحد من رموزنا الحقيقه في الفن. لا هو شيخ الفنانين الشاب صلاح. انا يعني ومعروف بطليته الكبيره طبعا. عم صلاح مساء الخير، ومعايا طبعا استاذنا الكبير استاذ جمال العاصي. الله يخليك يا اشرف وجمال بيه، يعني انا سمعت الجمله العاليه. وانت دي حقيقه والله. والله الشيخ الشاب صلاح عبد الله يا حبيبي، والشاعر الجميل والممثل المتنوع والمثقف الراقي البسيط والله والمصري الفطري. مليون مبروك يا عم صلاح، مليون مبروك يا استاذ صلاح عبد الله لينا ولمصر كلها. لينا كلنا والمصر حبيبتنا. وفعلا اقول لكم ايه، يعني حاجه جميله مسعده مفرحه مبهجه رغم انف الحاقدين والكارهين. تشعر بالفخر يا استاذ صلاح طبعا، يعني اللي حصل النهارده الحقيقه كلنا بنشعر بالفخر. طبعا طبعا، يعني انا واخد نازل برد شديده جدا وانا خارج القاهره. الف سلامه على حضرتك. بعاني منها معاناه شديده، لكن رغم كده انا لا قاومت، قمت من السرير واتسمرت قدام التلفزيون ويعني اقول لك كده انا عايز انط جوه عشان ابقى معاهم، يعني عشان اعيش هذه اللحظات اللي احنا عشناها الهايله.
طبعا. وعلى فكرة عشان أستاذ جمال برضو نوه على حاجة اتفضل. أنا كنت قلت يعني ونزلت على صفحتي وأنا بتفرج على هذه الحالة الرائعة البديعة قلت الفرحة ماشية مأنججة الفرحة ماشية مأنججة اللي عملوا المعجزة بيغنوا في عرض الأمل يا مصر ده عمل اكتمل ولسه راح نعمل كتير بالعزيمة المنجزة بالعزيمة المنجزة. الله عليك عم صلاح. الله عليك. تسلم تسلم وتسلم ايديك ومليون مبروك لحضرتك وللشعب المصري كله. استاذ جمال هيقول لحضرتك حاجة. يا ابو الشباب يا ابو الشباب عايز اقول لك انت المبدعين اللي انت واحد منهم الله يخليك. هنعمل حاجة في الدراما المصرية او في السينما المصرية تليق بالمجد ده اللي والله احنا عندك حق والله عندك حق احنا على اعتاب المجد مش هنقول والله عندك حق وانا اتمنى وصوتي مع صوتك يوصل لكل القائمين على الانتاج الفني في مصر سيان فيديو او سينما او اذاعه يعني الفيديو طبعا اللي هو التلفزيون يعني الدراما التلفزيونية ما انا بقلد برضو الرئيس اهو اقول بالعاميه عشان اوصل لكل الناس طبعًا. اوصل لكل الناس حتى اللي اتحرم من القراءه والكتابه اعرف اوصل له وبعدين الخطوه اللي بعديها بقى اعلمه ما خليش في واحد في مصر ما بيعرفش يقرا ويكتب هي دي الخطوات فعلا اللي بيسعى عليها سياده الرئيس استاذ جمال انا معاك جدا في هذا اتمنى ده وطبعا واتمنى يعني بالنسبه لي كممثل اشارك في اعمال زي دي بس تصاغ دراميا حلو لا تصاغ دراميا حلو بالظبط بالظبط برضه تشد الناس لا يعني الكتابه موجوده الكتابه الدراميه الحقيقيه موجوده احنا مش هنعمل رشيد الدكتور الكتابه هتبقى كتابه هتعجبك وهتبسطك وفي ناس جاهزه بس ناقصه حاجه واحده ان انتوا تشد حيلكم وترجعوا انتاج الدوله تاني ده مهم مهم يا رب يا رب يا رب يا رب لو الدوله ما انتجتش طبعا انا فاهمك جدا وبرضو اتمنى ان صوتنا احنا الاثنين لان انا متفق معاك الى الجهات الحكوميه المسؤوله عن الانتاج الفني زي قطاع الانتاج ومش ده قصدك يا استاذ جمال ولا ايه؟ ايوه طبعا زي قطاع الانتاج ومدينه الانتاج و الدوله لازم تخش وصوت القاهره بتعرف قيمه الانتاج الدوله لازم تعرف او الحكومه بالذات لازم تعرف قيمه الفن كقوة ناعمة مؤثرة جدا في بناء وجدان الشعوب احنا ناقصنا نعيد وجداننا تاني ونعيد لحمتنا تاني الفن قادر وبسرعة ان هو يصلح ذات البين ويبعد الفرقة ويبعد بؤر الكراهية اللي بيحاول البعض يمسها في الشعب المصري ان شاء الله طبعا 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 يعني مبادره كويسه جدا استاذ صلاح من حضرتك ومن الاستاذ طبعا استاذ جمال العاصي اتمنى ان هذه المبادره تصل لكل القائمين على العمليات الانتاجيه سيان العمليات الانتاجيه الحكوميه او الخاصه يعني ان شاء الله بشكرك عم صلاح ومليون مبروك لحضرتك وللشعب المصري افتتاح قناه السويس الجديده النهارده ان شاء الله طيب على الجانب الاخر رئيس حزب الوفد الاستاذ فرح حسين مساء الخير يا فندم مساء النور ازاي حضرتك يا فندم الحمد لله بخير تمام مليون مبروك يا استاذ فرح وحضرتك بالتاكيد واحد من السعداء النهارده من الشعب المصري اللي افتتاح قناه السويس الجديده النهارده وضيفي طبعا معايا الاستاذ جمال العاصي اهلا وسهلا يا فندم تحيه للاستاذ جمال العاصي وعايز اقول ان مصر النهارده كلها في قمه السعاده والشعب المصري فعلا بدأ طريق العمل وطريق النجاح المشروع بتاع قناة السويس هي بداية لمستقبل باهر لهذا الوطن والسعادة احنا محتاجينها كتير لان احنا فقدنا جزء كبير من السعادة خلال السنين اللي فاتت وكان نفسنا نفرح وفعلا النهاردة الفرحة المعنوية اكبر بكتير من النتائج المادية للمشروع احنا على مستوى القطاع السياحي في جنوب سيناء بننتظر الكثير من وراء هذا العمل ان شاء الله والمشروع وقناه السويس البعد السياسي والاقتصادي لها اكبر بكثير من النتائج الماديه الفعليه في الوقت الحالي ان شاء الله يا فندم بشكرك ومبروك يا فندم مبروك
استاذ جمال، اعتقد يعني فرحه المصريين بكل طائفها بقى، فنانينها ورياضيينها وكل الأمل. كل الشعب المصري الامل طبعا. انت بتحط بذره امل في وسط حاله من الاحباط العربي، العربي مش وسط الاحباط المصري. انت عندك في العالم العربي كله في حاله احباط، في حاله انت عارف، في حاله الناس حاله ضبابيه، الناس مش عارفه الدنيا راح فين. في حاله سوريا بتتكسر، العراق بتتدغدغ، اليمن فيها ازمه، ليبيا فيها ازمه، السعوديه محاطه بسياج شيعي رهيب، يعني ربنا يعينها. فانت عندك حاله ضبابيه عاليه، وعامل زي ما كنت راكب طيار، انت راكب مع طيار في التيك اوف، فانت مش عارف يروح هيتم فيك ازاي. لما دي وسط ده كله وتعمل بذره امل وتعمل بذره مستقبل، حتى الامل ده لو مش كله هيتحقق، انما هو امل، والحياه بتبدا بحلم وامل، واخد بالك؟ فعشان كده الناس كلها فرحتها، انت عارف فرحتها، يعني احيانا بتبقى فرحتها مزعجه، واحيانا في حته فرحتها بتروح لفوضى انه يمشي عكس الطريق مش عارف ايه، انما هو الامل كده والفرح كده. دي حقيقه، دي حقيقه. استاذ جمال، يعني الحقيقه خطاب الرئيس النهارده ووجوده النهارده في الافتتاح دايما بيبعث من خلال المؤتمرات او من خلال الاحتفالات الكبيره جدا برسائل معينه للشعب المصري. اصطحابه النهارده لطفل صغير 9 سنين، واعتقد اسمه عمرو صلاح، وهو طفل مصاب بالسرطان وبيتعالج في مستشفى 753. اعتقد ده ليه مدلول او ليه دلائل معينه ورساله معينه بتبعث للشعب المصري. هو يعني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعني هو بيقول ان انا من جوه دولاب الشعب ده، انا من دولابه، انا من جواه، انا من ضعفائه، انا من ترابه، انا منحاز لطبقته الغلبانه، انا منحاز للسواد. ودايما بيخاطبها الحقيقه، يعني هو ايه، هو هو, هو 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 عايز يبعت الرساله دي، وناقص الرساله دي، يعني هو طول الوقت اهو واقف مع طفل السرطان، واقف مع الست المسنه، احنا ناقصنا حاجه واحده، ان الحكومه تنفذ الفكر دوت على الارض، ان 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 الناس الغلابه الشعب يساند كلامك. جمال، ده مهم جدا. الشعوب رد فعل وليس الفعل. الشعوب لا تملك قرارات، الحكومات تملك قرارات، دي حقيقه، بالذات في الدول بتاعتنا. فانا رايي ان لو الحكومه المصريه اسرعت بسرعه وانهازت نفس انهيازات رئيس الجمهوريه، أذهب ان الدنيا هتبقى حلوه جدا جدا وهتبقى ارقى، وانا شايف ان الدنيا هتمشي. والله العظيم الدنيا هتمشي، أكيد. وهتبقى فيها خير كتير، اكيد، صبرا جميلا، الله المستعان. بالعمل، يعني الحقيقه مفيش حاجه هتتم بدون العمل. المصريين قدموا اهو، دي حاجه، وفر مناخ وهات فرص، الناس هتشتغل. لا ما تقعدش تعيب على المصريين طول الوقت، ما بيشتغلوش ما بيعملوش، انت اديت لهم فرصه. وانت قلت يعني ايه معايير العمل في مصر، وانت قلت معايير الاول مين، انت قلت مين اللي هو معياره يبقى سفير او يبقى وزير او يبقى وكيل نيابه او يبقى ضابط. دي مرحله جايه يا استاذ جمال، اعتقد تخطيط لده والرؤيه، هو ده اللي هيحصل. هو ده اللي هيعدل ميزان مصر، ان انا وانت نحس ان كلنا متساويين في الحقوق وفي الواجبات، ان انا وانت نبقى ماشيين في الطريق بنحترم اشاره المرور، عشان ما فيش مش جمال العاصي الضابط هيقول له ده انا صعب هيسيبه. احنا محتاجين ده، وهو ده اللي هينجح مصر، وهو ده اللي هيحصل في مصر يا رب ان شاء الله. انا بتمنى ان كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي حاجات ايجابيه جدا، ان شاء الله. العداله، المشروع النهارده العداله هي التنميه، اكيد، وتنفيذ المشروع ده النهارده في المده دي او في الفتره المحدده دي بتوفير المناخ ده بيدل اننا ان شاء الله قادرين على تغيير الفتره اللي جايه. لازم نستثمرها، اوعى ننام بعدها، لو نمت بعدها هتبقى ذكريات وهتحطه في ايه، في حصاله التاريخ. لا، اعملوا دافع للقدام ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا الهام جدا مع كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ جمال العاصي. عودة لحضراتكم لناقدنا الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جمال العاصي. والحقيقة يعني قيم كبيرة جدا بناخدها من الأستاذ جمال النهاردة في ظل احتفالنا طبعا بقناة السويس الجديدة وافتتاح قناة السويس الجديدة النهاردة. يمكن أستاذ جمال عايز أروح مع حضرتك لنقطة مهمة برضو على الجانب الآخر، وهو الشباب الفترة اللي جاية وكيفية التعامل معاه، لأنه في الحقيقة يمكن في الفصل كنا بنتكلم أنا وحضرتك على طبيعة التعامل مع الشباب في الفترة دي، وهذه المرحلة في بعد كبير جدا جدا في محاكاة الشباب وطريقة التعامل معاهم وطريقة التصرف معاهم، وحتى فكرنا مختلف أو فكر هذا الجيل مختلف عن فكرة جيل الشباب دلوقتي. في فترة زمنية
ساقطه في النص كده. كيفيه التعامل معاهم ازاي؟ خاصه انك محتاج ده، والرئيس دايما حقيقه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيتكلم في انه في فرص جديده وافاق جديده، الشباب هو العامل الرئيسي في بنائها الفتره اللي جايه. شوف الشباب هم يعني وقود اي امه، وهم مستقبلها، وهم حاضرها، وهم نبضها، وهم الدم اللي بيتضخ في شرايينها. لازم الاول نؤمن ان مصر فيها اكتر من 50% شباب وهم بقوتها الضربه، انما احنا طول الوقت بنصدر لهم الاحباط، ما بندلش معاهم حوار، وطول الوقت رافضينهم، وطول الوقت بنتهمهم باتهامات باطله بانهم غير قادرين وعايزين حاجات كتيره ومش عاجبهم حاجه. ده جيل مختلف، ده جيل خرج من رحم ثورتين، يعني خارج من 25 يناير و 30/6، يعني شاف اهم مشهدين في تاريخ مصر محدش فينا شافهم، هم حضروهم وايه وشاركوا فيهم. تمام. وبقى عندهم حلم كبير وطموح كبير واحلام كبيره، فوجئوا بعدها ما لقوش حاجه، لقوا سراب، لقوا بينظفوا الشوارع وبيعملوا، وقالوا البلد اتفضلي البلد الجديده، لقوا ما فيش حاجه، لا لقوا فرص عمل ولا لقوا حاجه، لقوا حاله احباط واتهامات. زائد ان ايه حصل لهم حاجه غصب عنهم لازم نعذرهم فيها، ان حصل لهم تلوين سياسي دون ان يقصدوا، اللي هي مصر مرت بالمخاض السياسي، مره يبقى في مجلس عسكري، مره يبقى في اخوان، مره في قوه ثوريه، هم مشوا على المخاض ده كله فتاثروا واثروا، واحيانا اتلونوا، واحيانا خدهم البعض من اللي هم اصحاب الخبرات مستخدمهم. تمام. كل ده حصل في مصر. انا عايز اعرف حاجه ازاي نتعامل معاهم، ولكن خلينا ناخد واحد من نجومنا ورموزنا في كره القدم، طبعا نجم نادي الزمالك ونجم منتخبنا المصري في السابق كابتن جمال عبد الحميد، وواحد من اللي بيحبوا الوطن ده قوي. مفيش حد ما بيحبش مصر، كل الناس. كابتن جمال مساء الخير. انما جمال عبد الحميد ده حاجه ثانيه خالص. ازاي حضرتك يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك. على فكره انت كده اشرف معاك اثنين جمال عبد الحميد على فكره. انت اللي عارف وانا اللي عارف. احنا الاثنين بس اللي عارفينه جيمي. انت اللي عارف وانا اللي عارف يا جمال. جمال عبد الحميد. طب ما انا كمان عارف يا كابتن جمال. انت كمان عارف ان هو اسمه عبد الحميد زيي؟ طبعا انا عارف طبعا. يا نجم. بمت عليك يا اشرف وعلى كاب استاذ جمال العاطف حبيبي. كل سنه وانت طيب يا نجم. كل سنه وحضرتك طيب، ومليون مبروك كابتن جمال، النهارده حضرتك بتشاركنا فرحتنا وفرحه كل المصريين الحقيقه، واعتقد الوطن العربي كله فرحان بمصر النهارده وافتتاح قناه السويس الجديده. طبعا الف الف مبروك للمصريين، وتحقق الحلم يعني او بدايه الحلم الكبير اللي احنا بنحلمه، دي اول خطوه، واللي بيبتدي كبير بيفضل طول عمره كبير، وده مشروع كبير جدا جدا. ان شاء الله مصر هتفضل طول عمرها كبيره، وهتفضل باذن الله ان شاء الله الاولى في كل حاجه باذن الله، ويعني ده اول طريق الرخاء لمصر ان شاء الله باذن الله. الله عايز بس اقول كلمتين بس دولت. انا يعني مستغرب المشروع اللي كان بقاله عشرات السنين في الادراج ما كانوش ليه الناس عايزه تفرحنا وتعمله. فانا بشكر يعني رئيس الجمهوريه السيد فتح السيسي ان هو طلعه من الدرج ونفذه، واحنا بنسمع واحنا صغيرين. صح يا استاذ جمال، كنا واحنا صغيرين بنسمع الله عليك، ده في مشاريع كتير في الادراج. واحنا صغيرين بنقول اصل هنعمل قناه سويس جديده سنه، وقعدنا في الحلم ده، ولكن جه الراجل في ثانيه في سنه بفلوس المصريين وبايد مصريه ويتحقق المشروع الحمد لله رب العالمين. هي دي الافكار، وهي دي مصر يا كابتن جمال، وان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف مشاريع للتنميه والاستثمار اكتر ان شاء الله تفيد الشعب المصري. بشكرك كابتن جمال، بشكر حضرتك جدا، ومبروك كابتن جمال عبد الحميد طبعا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وواحد من يعني الحياه من رموز الكره المصريه. انا عايز اقول لك على حاله الصمود في كره القدم المصريه، هو هذا النجم الكبير جمال عبد الحميد اتعرض لكل الوان الطيف الكروي انها تخليه يعتزل مبكرا، ولكن هو طول عمره كان عنده اراده فولاذيه وعنده ايمان بنفسه وايمان بمهارته اللي هي طبعا ما حدش يقدر ينكرها، وده سر بقاء جمال عبد الحميد، ده اللي خلاه واحد طبعا من اهم الرموز المصريه. طب خلينا ناخد واحد حبيبي وحبيبك قوي بقى، واحد نجوم كره القدم ورموزها، وكمان يعني شاعر عظيم عبقري. انا بستمتع كل يوم الصبح لان انا باخد يعني ناجي كابتن احمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر طبعا، ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. كابتن احمد مساء الخير ومليون مبروك، واكيد النهارده كمان في بقى يعني في الالهام وصل اكيد عند حضرتك بدري شويه. لا وصل من بدري الالهام اكيد وصل بدري قوي النهارده.
النهارده والله يعني كتبت كلمتين كده ربنا يجعلهم يعني. انت ما تسلمش عليا ناجي ولا ايه يا عم ده؟ انا بقول انا لسه بقول لاشرف انت معاك حد من عشره العمر. انا بقول ما قلتش الاسم يا كابتن احمد لسه فبقول له يعني معانا. انا عارف ان جمال العاصي معاك ومش جمال العاصي الاستاذ الكبير جمال العاصي. الله يخليك يا نجم. الله يخليك. الله يخليك. مبروك كابتن احمد افتتاح قناه السويس وحضرتك شاركت الحقيقه كتير جدا. مبروك على كل المصريين ومبروك على مصر ومش مبروك على مصر بس مبروك على العالم كله. يعني النهارده سمعت كده حد بيتكلم في احد الاذاعات يعني بيقول مش مصر هي مريض في اسيا عايز يوصل له العلاج بسرعه من احسن طريق واحسن واقرب طريق قناه السويس الجديده مش هيتعطل ومش هيقف وهيبقى يعني. وبرده قريت حاجه النهارده جميله جدا للوزير خالد عبد العزيز قال لك اول مره هيبقى في القناه ناس هتدي نور لبعض وناس هتبقى ماشيه في العدس حاجات جميله جدا النهارده قريتها كتير ناس فرحانه وناس مبسوطه ربنا بره يتم الفرحه على مصر ويكون خير على مصر يا اشرف واستاذ يا رب يخليك يا كابتن احمد يبقى شريان جميل وان شاء الله اللي هتتعمل تبقى فرصه للشباب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد لازم نسمع بقى يعني من حضرتك اللي كتبته النهارده. والله يا اشرف انت زنقتنا انا سايق انا كتبت كده انا كتبت ايه عندك هتلاقيها عندك. طب قولها لنا يا كابتن. طيب انا سايق والله اطلعها بس عشان لا 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 اقف بقى اقف انا لازم اسمع انا لازم طيب انا هقف انا هقف ما بيعرفش يسوق كابتن جمال بيقول لك ما بتعرفش تسوق يا كابتن ليه كده جمال؟ استاذ جمال بيقول ما بتعرفش تسوق. ده انا جيت لك شبرا انت عارف اللي بيسوق في شبرا يعني انت جيت ماشي ساعتها جاي ماشي كنت جاي ماشي والنكت ابو الذوق كله ابو الاخلاق. اتفضل يا كابتن اتفضل. الله يخليك وقفت ولا لسه؟ والله انا مش عارف اقف. طب خلاص خلاص يعني سامحني انا ان شاء الله لو بكره ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن. مبروك كابتن احمد ناجي طبعا النجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدرب حراس منتخب مصر وواضح الفرحه على كل الناس. استاذ جميل ناجي ده حاله جميله وشخص نبيل ومصالح رقيق ناجي رقيق المشاعر هو شاعر يعني ومطرب رائع كان مطرب كويس خلي بالك احمد ناجي كمان امال ايه؟ مطرب غنى وعمل وكان له البوم بس هو ما كملش يعني هو مطرب وشاعر رقيق يعني. طيب كنا بنتكلم على قصه الشباب خليني اروح شويه صغيره كده يعني من 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 هذا الموضوع ومعلش نروح للنادي الاهلي شويه لانه ما ينفعش تبقى حضرتك معانا انت عايز صغير اكيد هنرجع لاحتفالات الجمهور الاهلي طبعا لانه بالتاكيد عند حضرتك اكيد اخبار جديده وما يحدث داخل النادي الاهلي يعني جمهور الكره في مصر بالتاكيد يعني زعلان شويه الفتره دي بما يحدث من مشاكل داخل النادي الاهلي ما كناش بنسمع عنها قبل كده. حضرتك شايف الفتره دي ازاي ويمكن حضرتك قلت لي ان في يعني خبر اعتقد انه مخالف لكل اللي شفناه امبارح. كل اللي بيحصل في النادي الاهلي ده نتاج طبيعي جدا. دايما الناس بس ايه ما بتاخدش بالها او بتنسى النادي الاهلي بيأسس مرحله جديده او مؤسسه اقتصاديه جديده بدليل ان هو بيأسسه بمؤسسه يبقى قوامها 80 مليون جنيه في السنه وده رقم عمره ما حصل في تاريخ الاهلي. تمام. يعني اخر بيع في الرعايه بربع مليار. وبسبب الربع مليار ده بيتعرضوا لهجوم ضاغط جدا وجارف من احد الجرائد الكبرى انهم ما خدوش هذه المقصه. فالاهلي بيأسس دولته الجديده الجمهوريه الثالثه بتاعته فهيحصل فيها مشاكل هيحصل فيها مشاكل على ما يحط الاركان لل 20 سنه اللي جايين. تمام. فحصل مشاكل حصل مشاكل هيحصل مشاكل لسه هيحصل مشاكل على ما يأسسوا هتمشي بقى المؤسسه دي 20 سنه جايه. اللي حصل في الاهلي بين كابتن وائل جمعه والكابتن حسام غالي وعبد الله غالي يعني صعب جدا ما يحصلش في النادي الاهلي. حسام غالي راجل طول الوقت متحمس خلي بالك الناس ايه بتطلع شائعات او بعض المواقع بتكتب ان حسام غالي بيشتم اللعيبه ومش عارف ايه. يا جماعه في فرق ان انا اللي لعب كوره يعرف الكلام ده طول الوقت واحنا بنلعب كوره بنقول كل حاجه ده حقيقه حماس الكوره يا بنلعب يا ده كل دين ومجرد ما نخرج من الملعب خلاص الموضوع خلص الكوره كده
في وجوه جديده بلطي مش عارفه حماس الكوره ده. حسام غالي متحمس جدا والكوره في دماغه اكتر من الكوره في لياقته البدنيه. واخد بالك؟ بدليل انت لما تتفرج على حسام وهو بيلعب بيعمل الكوره غريبه جدا بيعملهاش واحد في الحته دي. انا بلعب هارد فندر تلاقيه مكمل وعامل سروات وساعات يعمل باص تمرير وعايز ياخده لا وعايز ياخده تاني ويلعبه. ده دليل الحماس. واخد بالك؟ وهو لعيب مهارته عاليه ومحب. فالخلاف اللي حصل ده خلاف موجود لان فعلا برضه حصل مشكله في الاهلي ان عدم وجود اختصاصات واضحه لعلاء عبد الصادق وعدم وجود اختصاصات واضحه لوائل جمعه ده عمل ده ادى للخلاف ادى الخلاف بين الاثنين. انما انا اقول لك على حاجه يعني الخطاب او القرار السريع من مجلس اداره الاهلي بمنع وائل جمعه من السفر هو قرار مؤقت. وائل جمعه مش ما مشيش في النادي الاهلي يعني زي ما كل كتبت انه كله كتب انه مشي على فكره. هو مشيش. ده قرار عقابي نتيجه خطا في حواره مع اسلام صادق في مصر اليوم لما عرى جزء من تفاصيل النادي الاهلي. انما ده عقاب يعني مفيش قرار اقاله طلع دلوقتي مفيش قرار ابعاد ولا استبعاد ولا اقاله ولا استقاله. اللي يرى القرار كويس هيعرف ده. بس احنا دايما بناخد كل حاجه من على الوش. والنهارده الناس بيتعشوا مع بعض زي ما دلوقتي قعدوا او بعد نص ساعه حسام غالي ووائل جمعه بيتعشوا مع بعض عشان يوجدوا صيغه في المرحله الجايه. يعني ازاي احنا طول عمرنا موجودين مع بعض في الملعب واول ما واحد خرج من الملعب واحد بقى في الملعب اختلفنا. ما احنا ما اختلفناش في الملعب قبل كده. الاداره كده بقى الاداره تعمل خلاف. ودايما اللي بيحط اطر ونظم ولوائح وقوانين لازم نتفق عليها كلنا لا يخرج بره المشروع دوت هيتعاقب ونبقى اصحاب برضه. واخد بالك؟ تمام. دي الاسس. فبقول لك وائل جمعه ما مشيش. هو كمان اسلام صادق دايما عامل لنا مشاكل. لا اسلام صاحبي. لا مش عامل مشاكل ده صاحبي. هو صاحبي شاطر جدا ما شاء الله عليه صاحبي وبيعمل شغله. طيب تخلينا ناخد واحد من رموز الكره المصريه بقى الحقيقه في السابق كابتن عادل هيكل ونجم من نجومنا الحقيقه طبعا كابتن عادل. مساء الخير يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب ومليون مبروك مليون مبروك على هذا الانجاز العظيم اللي تم النهارده. حاجه بقول لك دي بتاعت 100 سنه فاتوا. ايوه يا كابتن 100 سنه فاتوا. يعني فكروا في الموضوع ده. يعني بعد 100 سنه فكروا في الموضوع ده لما جه السيسي وقال لك اعمل كذا واعمل كذا عشان خاطر افحص بتاع اللي هي عشان خاطر اقدر اخلي بلاك مراكب رايحه ومراكب راجعه. يعني دي هتبقى من الناحيه الاقتصاديه والناحيه اللي الجماعه اللي بيشتغلوش وفي حاجات كتيره قوي هيستفيد منها الشعب المصري بالحالات الجديده دي ان شاء الله. واحنا نتمنى للرئيس السيسي ان هو يمشي واحنا وراه. يعني يمشي واحنا واثقين منه. ليه؟ لانه بيقول بعمل. زي لعيب الكوره يقول لك انا هلعب كويس يلعب وحش. لعيب كوره يلعب كويس يبقى هايل. وهو هايل. طيب. فربنا يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله وربنا جابه لنا والله وحياه ابويا عشان خاطر انا مش ماني ما اولا انا ماليش دعوه بسيرتي خالص. ربنا جابه لنا عشان يعني يريحنا من كل المبيخات اللي قبل كده. يعني في هل مسلم يموت مسلم؟ دي بقى دي من ايام عمرو بن العاص ما حصلش كده. طيب فالحمد لله ان الحمد ربنا جاب لنا ده يعوض لنا اللي فات كله يا رب. بشكرك كابتن عادل طبعا احد نجومنا واحد طبعاً حراسنا الكبار حراس مرمى الكبار طبعا تاريخ عادل هيكل وطبعا بشكرك كابتن عادل ومليون مبروك رمز من رموز الكره المصريه والنادي الاهلي.
وحاجه رائعه. طيب. ربنا يديله الصحه يا رب. ربنا يديله الصحه طبعا. برجع لحضرتك تاني مع النادي الاهلي وحضرتك شايف المحل يعني خلاص مفيش قرار اقاله لوائل الجمعه ولكن هيكمل. ده الكلام الصادم الجديد وجلسه زي كلام الصادم فعلا. هو مفيش قرار اقاله لوائل الجمعه وهم هيقعدوا يتعشوا النهارده هيقعدوا مع بعض يشوفوا دي صيغه. انما كان عقاب لوائل انه ما يسافرش هو يمكن عقاب كان شويه مجلس الاداره خده بسرعه على اساس بيشد فتيل الازمه او وائل غلط انه عمل تصريحات ما كانش يجب يعملها ومش عارف هي جت ازاي. انما طبعا لازم احيي مهاره اسلام صقر كصاحبي يعني طبعا. انما النادي الاهلي لسه بيتعافى. الاهلي اللي في موسم واحد خسر نجومه اللي جابوا له بطولات 10 سنين. الناس مش واخده بالها. الاهلي الناس مش واخده بالها ان 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 مجلس الاداره الجديد ده داخل وعماله ما بيقبضوش. دلوقتي بقى عنده فرات ماليه. الاهلي ماشي في الطريق المؤسسه الاقتصاديه العملاقه القادمه اللي هو نادي محترم. حضرتك شايف مجلس الاداره ماشي في طريق سليم؟ يعني انا شايف ان ربنا بعت مجلس الاداره ده بهذا التفاني وهذا السلوك وهذا القلق وهذه الابنيه يعني مفيش نادي يبني الابنيه دي يا استاذ. طب استاذ جمال انا عايز اخد حضرتك معلش لانه يعني وقتنا قرب يخلص ولكن مهم جدا اكلم حضرتك وحضرتك موجود معانا في ظل حاله التصالح والفرحه الكبيره جدا جدا في مصر بين الكيانين الكبار بين رؤساء مجالس اداره النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الزمالك والنادي الاهلي مهندس محمود طاهر مستشار مدير منصور. حضرتك شايف الحاله دي ازاي ومين يعني قادر على ده يعني مين قادر على حاله التصالح دي اعاده حاله التصالح ده ولا حاجه ده ناس بتعبر كل واحد بيعبر عن ادارته بطريقته. انا كل واحد بيعبر عن ادارته بطريقته. محمود طاهر شايف ان ادارته لازم تبقى هاديه لازم ما يخشش معارك لازم ما يردش. في ناس كتير حاولت تخليه يرد انما ما هو ادارته طريقه الاداره كده. واخونا مرتضى منصور شايف ان ادارته بتنجح بالطريقه دي فدي اداره. اللي بيقوم الحاجات دي دايما يا استاذ ان يبقى عندك ايه عندك وزير برضه شويه يقدر يتكلم يعني يقدر يتكلم هو اللي يقدر يحل ده. الوزير يقدر يحل كل ده لو يعني شايف ان ده مهم. انما احيانا البعض بيحس ان ده مش مهم انك تصالح بينهم ان حاله الفراق وحاله الازمه بتعجب البعض انها بتشغل الراي العام شويه في يعني جزء من النظام السابق الفائد يحس ان حاله الالهاء الشعبي انك تقعد تشغل ماكينه على الفاضي كده تقعد تقول حاجات وتضيع وقت الناس ده جزء من النظام البائد القديم كانوا بيشغلوا ده اكيد احنا عاصرنا حاجات كتير جدا بهذا الشكل صح. انما الوطن المستقر اللي عنده نماء لازم يبقى يعني اكتر رسوخا من كده يعني انا شايف ان اخونا المهندس خالد عبد العزيز ساعات بيتقاعس عن دوره وينساه خالص اللي هو الدور المهم سواء في الرياضه او في الشباب. يعني في الرياضه المفروض احنا كنا عملنا قفزات في الرياضه اكبر من كده. يعني المفروض كنا عملنا قفزات كان لازم يهتم هو بالاحتراف وملف الاحتراف لانه ملف يفيد مصر سياسيا. النهارده لما محمد صلاح بزغ بس كده في فيورنتينا شفت الشعب المصري التواق للفرحه اللي احنا بنتكلم عليها. دي حقيقة. ملل القهاوي قد ايه وفيورنتينا دي بقت ايه بقى النادي المحبب عند المصريين. يبقى المصريين بيبحثوا عن فرحه واول ما ظهر لهم محمد صلاح جري وراه متابعين قوي راح روما وراح راح 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 راح. احنا محتاجين نعرف قيمه الرياضه قيمتها. احنا لحد دلوقتي بدات تستغرب على الرياضه شويه الهاء وشويه نعملها حاله مزاجيه وشويه يعني نتدلع فيها. انا نفسي من خالد عبد العزيز ان بعد افتتاح قناه السويس بقول له يا باشمهندس خالد انت راجل يعني محترم وعايز بس تهتم شويه بملفات مهمه اللي هي ملف الاحتراف. ازاي مصر تصدر كرة القدم؟ ازاي تبقى سلعة أساسية في اقتصاديات مصر؟ وازاي تبقى قوة ناعمة نتكلم فيها في أوروبا اللي بتقول علينا إرهابيين؟ لا ده احنا عندنا نماذج كروية رائعة. أي أنا نفسي نهتم بالحاجات دي. هي دي الحاجات الأهم ما نخش في مشكلة مع بتاع الأولمبية ونخش نحل مجلس إدارة السنبلاويين. دي حاجات صغيرة أوي. تمام. ونفس الحكاية في ملف الشباب لو حبيت. طيب عايز حضرتك توجه كلمة أخيرة يعني كان نفسي حقيقة وقتنا أطول ولكن كنت عايز حضرتك توجه كلمة أخيرة للشعب المصري النهاردة وفرحته الشديدة جدا. أنا طول عمري فخور
ان انا جزء او واحد من الشعب المصري العبقري، وطول عمري ايماني مش هيتزحزح لحظه بان هذا الشعب شعب عظيم وقوي وقادر وعنده صبر وحمول وصبور وعنده كرون استشعار في الحاكم. لو حسوا ان الحاكم ده عادل بيلتف حواليه ويجري وراه، لو حسوا ان هو مش عادل عارف بيعملوا ما بيعملوش حاجه، بيدوا له وش الناحيه الثانيه ويبقوا زي الخطين المستقيمين الذين لا يلتقيان مهما امتد. ده زي افضل القطر. ده شعب عبقري وشعب عنده كرون استشعار كويسه وشعب محب وشعب عايز يبقى كويس، وربنا يكرمه يا رب كده في حاكمه ورئيسه إن شاء الجديد عبد الفتاح السيسي، ويحصل بينهم هذا الجناس او هذا التلاحم الجميل، والشعب المصري يقدم كل النماذج الطيبه، وهو شعب رائع. وبارك له وبارك المصريين كلهم، وبارك لاولادي وبارك لاسرتي ولاهلي ولكل شبرا رخيمه بلدي المحببة إلى قلبي، وبارك لمحمد مصلوح اللي اختار لي البدلة دي وأصر عليها، يقول لي لازم تلبس حاجة زيها وانت رايح البرنامج. دي عيلة ذوقها حلوة. وبارك لك وبارك للقناة وبارك لكل الناس، يا رب الفرحة دي نستخدمها ونقص بيها الأمان إن شاء الله. بشكر كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ جمال العاصي، وبشكركم. والحقيقة يعني أنا فخور، فخور اني مصري، فخور اني بعيش هذه المرحله من تاريخ مصر في افتتاح قناه السويس الجديده. ببارك لحضراتكم كلكم، كل الشعب المصري، كل الوطن العربي، كل العالم، افتتاح قناه السويس الجديده. وبقول لهم ان مصر قدمت هديه للعالم كله افتتاح قناة السويس الجديدة النهاردة. تحية شكر وتقدير لكل الشعب المصري اللي أعطى بماله وعرقه وجهده وثقته في قائده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحية شكر وتقدير لكل العاملين في هيئة قناة السويس الجديدة، في هيئة قناة السويس، الفريق مميش، سيادة اللواء كامل وزير، سيادة العميد حسن عفيفي، كل العاملين وكل الشركات المقاولات اللي اشتغلت وعملت في قناة السويس الجديدة. تحية شكر وتقدير. ويسمح لي سيادة الرئيس ان اديله تحية الجندي المصري لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المجهود الرائع وهذا الفكر الرائع لتطوير وإعادة أفاق الاستثمار والتطوير والتنمية للشعب المصري في الفترة القادمة. بشكركم وبشكر مخرجتنا الجميلة سارة سليت، بشكر إسلام صادق رئيس تحرير، بشكر شيرين شوقي اللي بذلت مجهود كبير جدا الحقيقة النهاردة في المداخلات. بشكركم جميعا، واستنوا بعد دقائق قليلة كمان زميلي المتميز إسلام صادق هيقوم بدور النهاردة إن شاء الله ويقدم كرة كل يوم وتكملة لفرحتنا وفرحة أسرة تلفزيون قنوات النهار، طبعا تحت قيادة الأستاذ علاء الكحكي، أستاذ عمرو الكحكي، أستاذ إيهاب جلال، قناة النهار رياضة ومصر بتفرح. أشكركم يا رب.